وبالنسبة للخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي الأستاذ الباحث في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، فإنه وبالرغم من أن المغرب سيتوفر على 179 سدا كبيرا، إلا أنه يتعين التفكير في حلول مكملة من قبيل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. قد يكون من اللازم مستقبلا البحث عن حلول أخرى بنيوية ودائمة تكون على الأقل مكملة للسدود الموجودة أو المزمع إنشاؤها كبيرة صغيرة أو حتى بحيرات تلية. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وعميقة للاستراتيجية المائية لتأخذ بعين الاعتبار مألامات ومتغيرات التغير المناخي طلب على الماء، فلقد خص النموذج التنموي الجديد فقرات منه لهذه الإشكالية، ولهذا الربط تحديدا مع توصيات في هذا الاتجاه يجب الآن تنزيلها تقنيا. فلحد اليوم يتوفر المغرب والحمد لله على 149 سد كبير وعلى 136 سد صغير مفيد محليا، ومن المتوقع أن يتوفر المغرب على 179 سد كبير في أفق 2030 حسب المسؤولين. لذلك حان الوقت فعلا للانفتاح والتفكير في حلول أخرى مكملة موازية وبديمومة والنجاح أكبر. يتحدث هنا عن تحلية مياه البحر، كلما كان ذلك ممكن الربط بين الأحواض المائية للتقليل من ضياع المياه وللمحافظة على المياه الجوفية وكذلك إعادة استعمال المياه العادمة. أقول هذا مع العلم أن المغرب مستمر في بناء سدود أخرى بعضها في أوراش حاليا، 4 سدود كبرى 30 سد صغير، ويجب أن يكون التفكير بشكل متوازي ربحا للوقت واستغلال كل إمكانيات المائية المتاحة والاقتصاد في استعمالها في إطار سياسة مائية دينامية متكاملة.